مساء الخير مشاهدي قناة ناين لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة. يا رب كل مشاهدي قناة ناين لايف داخل جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية تكونوا بألف خير وبألف صحة. يا رب يا رب تكونوا قضيتوا عيد سعيد، يا رب تكونوا قضيتوا وقت سعيد، عملتوا زي شبه بريك، عملتوا أجازة جميلة، خرجتوا عن المألوف قد ما تقدروا. في ناس سافرت، في ناس خرجت، في ناس راح السينمات، في ناس عمل دخلت أخدت مركب في النيل، في ناس راحت الجناين، في ناس عملت زيارات عائلية. يا رب كل مشاهدي قناة نايل لايف تكونوا قضيتوا عيد سعيد، عيد الأضحى المبارك. حضراتكم واضح ان احنا انا في بعض يعني اقارب ليا واصدقاء ليا يقولوا لي هو انت ليه دايما بتبص الناحيه دي، انت ليه بتبص الناحيه دي، اصل انا في الدور ال 27 حضراتكم والمنظر هنا اجمل منظر في العالم، اجمل منظر في العالم انك انت تبص كده على النيل وتبص على كل الفنادق بتاعت مصر، حاجه فخمه جدا. فانا يعني طول الوقت ببص وبتكلم كتير مع الكاميرا، فيعني بحاول يعني اكثر بس المألوف يعني، فانا ببص شويه كده وارجع تاني اتكلم مع حضراتكم، يعني ببص لحضراتكم يعني من خلال كاميرا نايل لايف وصفحه جديده. واضح ان احنا هنستمر درجه الحراره في الارتفاع او مستمره هذه الحراره الغير طبيعيه. دايما انا في حلقه من الحلقات كنت قبل العيد كنت بتكلم عن التغير المناخ ومشاكل التغير المناخ، ولما أسوان سجلت أعلى درجة حرارة في العالم من أسبوعين كده تقريبا يعني، فكنت بتكلم أن المناخ اتغير وإحنا دول العالم وملوك ورؤساء جميع دول العالم لازم ينتبهوا إلى هذه المشكلة. وكنت دعيت في الحلقة دي أن من خلال أسوان حبيبتنا أسوان وأهالينا في أسوان أن إحنا نرسل رسالة لجميع دول العالم، يا جماعة خلي بالكم من تغير المناخ لأنه أسوان سجلت أعلى درجة حرارة في العالم مدينة يعني في العالم. فكنت بتكلم في هذا الموضوع المرة اللي فاتت، واضح أنه حضراتكم أنه درجة حرارة مستمرة في الارتفاع أو درجة حرارة يعني هتبقى حر يعني، وحضراتكم يعني الله يكون في عون طبعا يعني طلاب الثانوية عامة اللي رجعوا تاني عشان تكملت الامتحانات الثانوية عامة، الله يكون في عونهم طبعا، هيكون عندهم مواد كتيرة ان شاء الله هيمتحنوها، امتحنوها يا ربنا يوفقكم يا رب، ويكون في عونكم كطلبة يعني هتمتحن ودرجة الحرارة هتبقى عالية جدا. وحضراتكم عندكم اكيد امتحان بكرة، فربنا يكون في العون ويعني يوفقكم ان شاء الله. طبعا زي كل مرة لما درجة الحرارة ترتفع بقول الله يكون في عونك يا كل ضابط وكل عسكري في الجيش المصري والشرطة المصرية في جميع أنحاء محافظات مصر اللي موجودين على أرض مصر عشان حفظ أمن وأمان مصر، وخاصة على الحدود المصرية في الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة دول، ما عندهمش حضرتك ضلة ولا حتة شجرة كده يتضللوا فيها ولا والنبي تكييف ولا مروحة ولا الكلام ده خالص. فيعني أنا آسف إن أنا بعيد نفس الكلام هذا الموضوع بالذات للناس اللي بتشتغل في عز الحر وما ينفعش ان هي توقف شغلها، اذا كان في المشاريع القومية في مصر او حتى الجيش والشرطة اللي هم بيحفظوا امن وامان جمهورية مصر العربية، دايما نفتكرهم. بس يعني المشاهدين اللي ما كشفونيش المرة اللي فاتت لو هم بيشوفوني دلوقتي يفتكروا كده، وانت بتعدي الشارع النهاردة ولا وانت راجع من النادي ولا وانت رايح حضرتك الشغل وانت راجع من الشغل، افتكر كده انت قد ايه كنت حران وعايز تجري عشان تاخد دش حلو في البيت، افتكر ان في ناس مش عارفة تعمل كده زيك، هو ده شغلها ان هو يضحي بحياته وصحته عشان بلدك، نفتكر بس. استاذن حضراتكم يعني ان انا اتقدم بخالص العزاء بالنيابة عن نفسي ومن نيابة عن جميع أسرة برنامج صفحة جديدة وبالنيابة عن رئيس القناة الأستاذ خالد شبانة وأيضا بالنيابة عن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ حسين زين، بنتقدم بخالص العزاء لكل الأسر أهليهم اللي توفوا في الحج هذا العام في السعودية. طبعا خالص العزاء وربنا يصبركم يا رب، وإن شاء الله
بإذن الله تعالى باقي الحجاج يرجعوا بالسلامة بإذن الله المصريين، ويرجعوا باقي الحجاج اللي موجودين في المملكة العربية السعودية إلى جميع دول العالم اللي جم منهم عشان جم منها يعني عشان يأدوا مناسك الحج. هذا الفرد الجميل اللي كل الناس دايما بتنتظره عشان أداء هذه المناسك الحج. فخالص العزاء لكل الأسر. للأسف الشديد امبارح العدد وصل لحوالي 672 مصري توفوا في هذا الحج. و اسمحوا لي ان انا يعني اسمحوا لي في هذا الاطار يعني ان احنا مع بعض حضراتكم كده من خلال معايا في على شاشة نايل لايف نستخدم خيالنا اللي ربنا مدهولنا، نعمة الخيال اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها للانسان وخاص بها الانسان، ما اداهاش لاي مخلوق تاني، وهو نعمة الخيال والتأمل كده. ونسأل سؤال صغير، هو من 1445 سنة هجرية الحجاج كان بيحجوا ازاي؟ الناس كانت بتحج ازاي؟ من 1445 سنة، خلينا نقول 1345 عشان نقول مثلا ايه بعد الرسول بشوية عليه الصلاة والسلام بمئة سنة مثلا، بعد انتشار الاسلام في جميع انحاء تقريبا العالم يعني، كان الحجاج بيحجوا ازاي؟ وايه الخيال ان احنا نقعد نتخيل كده ازاي كانوا بيحجوا؟ اكيد كانوا بيركبوا الحصان والجمل والحمار ويسافروا شهر شهرين ثلاثة ست اشهر عشان يوصلوا مكة المكرمة. حلو كده صح ولا يعني مثلا في بلاد بعيدة عشان بينتنقلوا، ما كانش في طيارات ولا في غواصات ولا في مراكب ولا، بنتخيل كده نعمة الخيال اللي ربنا مديها لنا من 1445 سنة كانوا بيركبوا الجمال وسافروا. توكلنا على الله، نوينا الحج ان شاء الله لنصل الى مكة، ست اشهر في الطريق بيعملوا ايه بقى؟ بياخدوا خيمة، بياخدوا معاهم خيم ومعاهم اكل وشرب ومعاهم حضرتك يعني ادوات عشان مثلا معيز خرفان، ما انت قاعد ست اشهر في الطريق او اقل او اكتر، اكيد بيبقى معاهم مرشد من مكان لمكان او من بلد لبلد عشان الطعوس وعشان الجبال وعشان الصحراء، عشان يقول لهم لا بلاش تطلع من الجبل ده، لا خدش من الجبل ده، امشي من الطريق ده. على فكرة قدامك شوية كده ان شاء الله يوم يومين باذن الله هتلاقي بير عشان تنقل منه مية، او عشان بالليل حضرتك لا خيم هنا وبات هنا لان هنا امان. في مرشد من زمان، من 1445 سنة، زي الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة مع أبو بكر الصديق، كان في واحد جايد ليهم عشان يمشي في الطريق عشان يقول لهم هنا خلي بالك، هنا صعب، هنا يعني الطريق، هو ده الطريق ولا إيه؟ مش هو ده يعني، مش قلنا نحاول إيه ده نتخيل كده مع بعض. فعندك خيم ترتاح من الشمس الحارقة، أي نعم ممكن زمان ما يبقاش من 1445 سنة، أكيد درجة حرارة ممكن تكون، يمكن تكون كانت أخف والرطوبة أخف، لكن أنت قاعد حضرتك ست أشهر بتسافر عشان تحج. نتخيل مع بعض، نتخيل مع بعض. فحضرتك يعني الجايد بتاعك بقى بيقولك هنا إيه ده المنطقة اللي أنت هتخيم فيها عشان اكثر امامي، اصل هناك في ذئاب وتعالب وعقارب ويعني في وحوش الصحراء مثلا تأذيهم، ما هو انا اصلي ترعى عشان احج مش عشان اموت، انا طالع احج بنية الحج ان انا اوصل بالسلامة ان شاء الله وارجع بالسلامة باذن الله تعالى الى اهلي. فاللي بيروح يحج من 1445 سنة معاه الدابة ومعاه الخيام عشان يقدر يعرف ينام عشان بقالنا هنقعد كذا شهر، ومعانا جايد او معانا مرشد يقول لنا الاتجاه الصح ايه، ومعانا اكل وشرب، وعندنا المرشد ممكن يقول لنا ان احنا كمان اقل من
نهار او ليل ان شاء الله هنلاقي مكان عشان ناخد منه اكل زياده، او المدينه دي هناخد منها زياده كده. خطه مرسومه عشان اوصل في النهايه الى مكه المكرمه عشان احج. فللاسف الشديد، للاسف الشديد، بسبب يعني واحد من الاسباب الرئيسيه لوفاه 672 حاج السنه دي، دول اللي طلعوا عن طريق الحج الغير نظامي. في حاجه اسمها الحج النظامي والحج الغير نظامي. الحج النظامي اللي هو معروف، انا هطلع في ناس مسؤوله علي عني ان هي تقول لي الطريق ازاي، هنركب اتوباسات ازاي، هناكل ازاي، هننام فين، هنعمل كذا كذا كذا، في حضرتك وسائل صحة، منظومة صحية ماشية معاك من مصر، منظومة الصحة في المملكة العربية السعودية بتديك الخدمات، باب دي اسمها الحج الايه النظامي. اما الحج الغير نظامي فللأسف الشديد بعض الشركات اللي عندها فساد بشكل أو بآخر، واللي هم عددهم تقريبا وصل ل16، ابتدى الحكومة المصرية تسحب الرخص بتاعتهم، طلعت حجاج حضرتك بأعداد كبيرة بفيزا شخصية، دخول شخصية، يعني انك زيارة للسعودية، بس الزيارة دي ما بتدكش الحق انك انت تروح مكة عشان تعمل حج، تأدي فريضة الحج. فبيعملوا ايه؟ يروحوا واخدين بقى ايه الطريق، الصحراء والجبال والطعوس، من غير خيم ومن غير دابة ومن غير حضرتك حد يسأل عنهم، ولا من غير حضرتك جايد يقول له انت رايح فين وجاي منين عشان تعرف طريقك، من غير كل الحاجات اللي احنا نتخيلها من 1445 سنة. ما كانوش عندهم، ما فيش خدمات. يعني ال 772 للاسف الله يرحمهم جميعا طلعوا بالحج الغير نظامي في الصحراء بدون خدمات. طب هو ربنا سبحانه وتعالى زي ما سالت السؤال من شويه، من 1445 سنه حضرتك الناس اكيد كانت رايحه عشان تصل بامان عشان تحج وترجع بالسلامه. هتقول لي يا اشرف انت ليه بتقول الكلام ده؟ عشان انا قعدت مع ناس في الفيوم، وقعدت مع ناس من اهالينا في بعض المحافظات للاسف، ها بيقولوا لي طب هو الحج زمان ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كما يقول خلاص بيطلع من غير فيزا ومن كان زمان كده، انما انت لما يبقى عندك 2 مليون عايزين يعملوا نفس المناسك في نفس الوقت، عايزين يرموا الجمرات في نفس الوقت، عايزين يخيموا ويناموا في نفس الوقت، عايزين يطوفوا في نفس الوقت، لا يبقى لازم ننظمهم. انما الرسول عليه الصلاة والسلام من 1445 سنة كانوا هم 100 200 300 1000 2000 5000 جايين من انحاء العالم، فتوحات الاسلامية مثلا، ورايحين يحجوا. ففي امكانيات ان احنا ننظمهم، انما لما 2 مليون لا، انت عايز خدمات صحية، وعايزين حضرتك اتوبيسات، وعايزين اكل وشرب ونوم، وعايزين كل حاجة. طبعا كل التحية للمملكة العربية السعودية اللي بتقدم كل الخدمات بشكل يعني يحسب لها، يعني وحاجة صعبة جدا، مفيش تجمع في العالم كده، ولا مناسك دينية ولا مناسك غير دينية في اي حاجة. يعني السنة دي 1,800,000 تقريبا وشوية، او ازيد من 1,800,000 1,800,000 عايزين يعملوا كل حاجة في وقت واحد. فالجدل اهالينا اللي بيفكروا بان انا اروح يا عم وبعد كده اكسر مش عارف الفيزا، ولا اروح انا بدون واطلع الجبال، يا عم ما ينفعش كده يا اخوانا، ما ينفعش كده يا اهالينا، ما ينفعش كده. ربنا سبحانه وتعالى قال لك يعني تاخد بالاسباب عشان توصل بسلام باذن الله تعالى طبعا، وتؤدي مناسك وترجع بالسلامة لاهلك. انما زمان ما كانش فيه 2 مليون عايزين يحجوا،
وبعض الاحيان بيبقوا اكتر. ما كانش حضرتك في نفس الوقت عايزين 2 مليون وعايزين يرموا الجمرات، فيحصل لو ما نظمناش الحكايه الناس هتموت، كله بقى يرمي اللي يعني. يعني معلش انا عملت مقارنه النهارده ما بين من 1445 سنه وما بين دلوقتي، وللاسف الشديد الله يرحمهم الله يرحمهم ال 672 دي، ما اعرفش يمكن الرقم زاد، اللي هم يعني اتوفوا للاسف الشديد، ومعظمهم في 31 بس توفوا الله يرحمهم طبعا بالحج النظام، وطبعا دي الاسباب حضرتك يعني الامراض المزمنه، السكر، الضغط، القلب كده يعني طبيعي، الله يرحمهم جميعا يعني. لكن يعني الدوله بتنظم وتقول لك مليون مره في خلال السنه اللي فاتت دي، من السنه للسنه الدوله عماله تقول يا جماعه اتبعوا النظام الخاص بالحج النظامي، يا جماعه خلي بالكم، يا جماعه ما تودوش نفسكم في داهيه، يا جماعه بلاش التهور في هذا الموضوع، الحج النظامي وانك تاخد كود. بعض الناس لما بتتكلم معاهم في اللي انا بقوله ده يقول لك يا عم زمان الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا بيخشوا ويطلعوا الجبال ويروحوا، يا عم بس مش 2 مليون ومعاهم حاجاتهم وترتيباتهم عشان يوصلوا بسلام ويرجعوا بسلام. ان شاء الله يرجعوا كل الحجاج بألف سلامة ان شاء الله لأهاليهم ان شاء الله، ويرحم كل المتوفيين. ويعني امبارح يعني اجراءات الحكومة لمواجهة مخالفات الشركات السياحية المخالفة في موسم الحج يوم السبت اللي هو اول امبارح 22/6/2024، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع خلية الأزمة المشكلة بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين لموسم الحج 2024/1445. تقدم المجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا من الحجاج المتوفين. هدف من الاجتماع متابعة الأوضاع الحجاج المصريين وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين والتنسيق مع السلطات السعودية لتسهيل الإجراءات الخاصة للمتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها. وجه الدكتور مصطفى بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات والكيانات التي ساهمت في تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر. إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد عن 50,000 حاج. يتم متابعة أوضاع البعثة الرسمية على مدار اليوم. تم متابعة وحصر أعداد الحجاج غير النظاميين لعدم وجود أي بيانات مسجلة عنهم سواء في الوزارات المعنية ولا القنصلية أو لدى البعثة الطبية. فالحج غير النظامي عارفين كل البيانات لكل حاج أو حاجة رايحين يأدوا مناسك، فعارفين التفاصيل، هم فين دلوقتي، راحوا فين، عندهم مشكلة صحية، الرعاية الطبية والبعثة الطبية اديت لهم كل التفاصيل. بس إنما الناس اللي طلعت للجبال دي من ورا غير نظامية، طب هيعرفوا ازاي عنها اذا كان جوه المملكة العربية السعودية او حتى السلطات المصرية، هيعرفوا عنهم ازاي؟ تم رصد 31 حالة وفاة والبعثة الرسمية للحج نتيجة امراض مزمنة زي ما انا قلت لحضراتكم. السيد سامح شكري وزير الخارجية، معظم من فقدوا أرواحهم خلال هذه الأزمة، معظمهم من الحجاج غير النظاميين، حيث لم توفر لهم شركة السياحة التي قامت بتسفيرهم أي خدمات. هناك تنسيق مع السلطة السعودية وإجراء الزيارة الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها، سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية. هناك بعثة من الخارجية المصرية هناك عشان تمر على المستشفيات. جالكوا حد يا جماعة بيقول ان هو مصري؟ طب جالكوا حد مش عارف ايه؟ طب ما هو المتوفين، طب هم مش عارفين بياناتهم، طب دلوقتي في حاجة اسمها الدي ان ايه، بيعملوا تحاليل الدي ان ايه عشان يعرفوا ويطبقوها مع الناس اللي اهليهم اللي هنا اللي بلغوا ان هم يا جماعة مش موجودين. طبعا يعني الله يرحمهم للمرة الخمسمية ويرحمهم برحمة واسعة، لكن مش عايزين ده يتكرر تاني يا جماعة.
مش عايزين نتكرر ده. دي حاجة يعني. وللأسف معظم اللي توفوا في السعودية في 1445 هجرية، ها الحج موسم الحج ده، معظمهم مصريين للأسف الشديد يعني. غرف الطوارئ القنصلية المصرية ده مهم. هناك غرف الطوارئ التي تم تخصيصها للاستجابة السريعة، تعمل على مدار الساعة، ويمكن المواطنين التواصل معها من خلال الأرقام المعلنة. غرفة الطوارئ القنصلية المصرية، لو عندك ورقة وقلم بسرعة، ممكن عايز تبلغ عن أهلك المفقودين مش لاقيهم اللي راحوا الحج. 00966656570 2002 00966556570 2002. غرفة طوارئ القطاع القنصلي بوزارة الخارجية 2792300 2792300602 0106638814. خالص العزاء. طبعا حضراتكم لو دخلتوا على صفحة وزارة الخارجية المصرية كل الأرقام دي هتكون موجودة. غرفة الطوارئ لو انتم ما لحقتوش طبعا تكتبوا حضرتك هذا التفصيل الأرقام يعني. أنا بس هقرأ آخر حاجة بعد كده أخش على الأخبار بعد إذن حضراتكم. تمام. تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة الذي أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات الوفاة الحجاج المصريين الغير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية مما يمنع حاملها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب الصحراء سيرا على الأقدام مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر، مما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. تم سحب رخص عدد 16 شركة سياحية بصورة مبدئية، وأحالت المسؤولين إلى النيابة العامة مع تقديم هذه الشركات لصالح تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسبب في وفاتهم. هناك تنسيق مع الجانب السعودي بشأن تحليل الدي ان اي للمتوفيين مجهول الهوية حتى يتم مطابقتها مع اهليتهم داخل البلاد. قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأثير الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار الباركود من خلال شركات السياحة من عدمه. شملت التوصيات قيام وزارة السياحة والآثار بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاتها لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة. وده بقى اللي أنا قلته برضو. وأهابت اللجنة المواطنين الالتزام بأداة هذه الشعيرة من خلال إطار الرسمي الموجود بالدولة، لأن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يمثل مخاطر شديدة وتعريضا لأرواحكم للخطر. وده وزارة السياحة أصدرته كذا مرة خلال السنة، يا جماعة اتجهوا للشركات الرسمية، الشركات اللي ليها الحق في ان هي تطلعكم الحج الرسمي وليس غير الرسمي اللي هو النظامي وليس الحج الغير نظامي. نعمة الخيال دي نعمة جميلة ربنا ما ادهاش لأي مخلوق، ربنا سبحانه وتعالى ما ادهاش لأي مخلوق انك تتخيل كده وتسأل سؤال. كل حاجة على فكرة، كل حاجة نعمة الخيال وتفكر، الخيال وتفكر مش تتبع اللي بيقوله لك وخلاص. حضراتكم استأذنكم نستعرض بعض من الأخبار بعد إذن حضراتكم. تمام.
رئيس الوزراء يعقد اجتماع لضبط الأسعار في الأسواق. الحكومة مستمرة في إجراءات تدبير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة، وهو ما يسهم بدوره في توازن الأسعار. وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن الشهر الماضي هو أول شهر يشهد انخفاض معدلات التضخم منذ نحو عامين، مؤكدة أن ذلك يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها الدولة، موضحة أن معدل التضخم الشهري يسجل لأول مرة معدلا سالبا، وهو ما يؤكد وجود انخفاض حقيقي واستقرار في الأسعار. وقالت أن هناك مجموعة سلع تم تحديدها بهدف العمل على أن تشهد هذه السلع انخفاضات من خلال إجراءات ستقوم بها الحكومة مع الغرف التجارية والجهات المعنية. رئيس الوزراء يتابع الترتيبات الأخيرة لانعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا لمتابعة الترتيبات الأخيرة الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقرر أن تستضيفه مصر بداية من السبت المقبل ولمدة يومين. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي مجددا أهمية انعقاد هذا المؤتمر في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، مشيرا في الوقت نفسه إلى دور المؤتمر في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية وتوسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة. كما تم استعراض موقف عدد من صفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة المقرر توقيعها على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وذلك في عدد من القطاعات على رأسها البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والكهرباء والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقد والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة. مدبولي بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية وميكنة دعم الصادرات يوليو المقبل. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم اجتماعا مع غرف التجارة والصناعة الفرنسية وفدا من رؤساء ومسؤولي عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر، حيث تم استعراض المشروعات التي تنفذها هذه الشركات في مصر ومخططاتها المستقبلية ومقترحاتها لتطوير استثماراتها في مصر. وخلال الاجتماع استعرض رؤساء وممثلي الشركات الفرنسية مشروعاتهم الجاري تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وقدموا عددا من المطالب للرئيس الوزراء، من بينها مطلب يتعلق بتسهيل عملية الحصول على دعم الصادرات من خلال منظومة إلكترونية متكاملة. وفي ختام الاجتماع أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجميع المداخلات والمناقشات المثمرة التي تمت خلال الاجتماع، وطلب تقديم هذه المطالب بصورة مكتوبة حتى يتسنى متابعتها مع الجهات المعنية بالدولة. وفيما يتعلق بمسألة ميكنة منظومة دعم الصادرات، أكد رئيس الوزراء أنه جاري العمل على ميكنة المنظومة بالكامل، وأنه سيتم العمل بهذه المنظومة الإلكترونية بحلول شهر يوليو المقبل. 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية من البنك الدولي. التعاون الدولي بيقول حشد 2 مليار دولار لدعم الموازنة من شركاء التنمية الدوليين. من الأخبار الاقتصادية المهمة ما أعلنته وزارة التعاون الدولي بحشد تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة مع شركاء التنمية الدوليين. وفي الإطار ده قالت الوزارة أنه تم حشد 2 مليار دولار لدعم الموازنة من شركاء التنمية، تضمنت 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية، بالإضافة إلى مليار يورو ما يعادل 1.69 مليار دولار
من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، بجانب تمويل تنموي ميسر من البنك التنمية الأفريقية بقيمة 131 مليون دولار، فضلا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به. مجلس الوزراء الأحد المقبل أجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024 أجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. مصدر رفيع المستوى مصر تؤكد مجددا رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي. في ظل الجهود المصرية المستمرة منذ 7 أكتوبر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع المعاناة على الشعب الفلسطيني، أكد مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية رفض مصر مجددا لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المصدر أن الأجهزة المعنية المصرية نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة دخول 2272 شاحنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن هذا التنسيق لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت لحين عودة تشغيل معبر رفح. سفير مصر في لبنان: الفترة المقبلة تحتاج للتهدئة لحل أزمات المنطقة. وفي إطار تداعيات الحرب على غزة على جنوب لبنان ومخاوف من تصعيد عسكري في الجبهة اللبنانية، النهاردة زار عدد من السفراء والدبلوماسيين مطار بيروت الدولي اليوم، ردا على تقرير لصحيفة تليجراف البريطانية ادعت فيها وجود أسلحة في مطار رفيق الحريري، تضمن اقتباسا منسوبا إلى مصدر لم يتم ذكر اسمه في الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا. وقال السفير علاء موسى سفير مصر في لبنان والذي كان من ضمن الوفد الدبلوماسي لمطار بيروت الدولي، أن الزيارة جاءت لإرسال رسائل دعم إلى لبنان وحث الجميع على تهدئة التوترات. وأكد السفير المصري على أن الفترة المقبلة تحتاج إلى التهدئة وخلق مناخ إيجابي لحل أزمات المنطقة. وكمان اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن امتداد الحرب في قطاع غزة إلى لبنان سيشكل تداعيات ذات مخاطر كبيرة. ربنا يستر أن الجبهة بتاعت جنوب لبنان مع شمال إسرائيل دي يعني لو فتحت، احنا مش ناقصين حروب، المنطقة مش ناقصة حروب ومش ناقصة قتل ومش ناقصة توترات. يعني الرعاية الصحية: مستشفى شرم الشيخ الدولي تحقق أعلى عوائد النقد الأجنبي من السياحة العلاجية. الرعاية الصحية: مستشفى شرم الشيخ الدولي تحقق أعلى عوائد النقد الأجنبي من السياحة العلاجية. نروح لواحدة من ثمار مشروعات هيئة التأمين الصحي الشامل اللي بتنفذه الدولة المصرية، والنهاردة أعلنت هيئة الرعاية الصحية أن مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء حققت أعلى عوائد من النقد الأجنبي في مجال السياحة العلاجية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي 2023-2024، تليه مستشفيات الأقصر ثم أسوان. وقال الدكتور أحمد سبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال اجتماع لمتابعة ملف السياحة العلاجية أنه تم استقبال أكثر من 7000 مريض من السائحين العرب والأجانب والأفارقة لتلقي العلاج من المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية والمعتمدة دوليا في محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، بزيادة تجاوزت 70% هذا العام من العام الماضي عن العام الماضي. وقال أنه تم تحقيق زيادة بنسبة تجاوزت 100%
في عوائد النقد الأجنبي في النصف الثاني من العام المالي الحالي، مع زيادة عدد الوافدين للحصول على العلاج في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية. المدارس المصرية اليابانية، غدا آخر فرصة لتقديم على وظائف المعلمين الجدد. نروح لخبر تاني مهم ويهم الناس كتيرة، وهي وظائف المعلمين اللي أعلنت عنها المدارس المصرية اليابانية، واللي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، والمقرر أن يغلق باب التقديم الإلكتروني لها غدا الثلاثاء 25 يونيو. وكانت وحدة المدارس المصرية اليابانية أعلنت حاجتها لمعلمين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل، وتم إتاحة التقديم. وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية أن التقديم متاح لجميع التخصصات، منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية ورياض الأطفال والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ووظيفة إشراف طلابي واللغة الفرنسية ومواد الأساسية المرحلة الإعدادية، وذلك على مستوى 51 مدرسة مصرية يابانية. وزارة التعليم، امتحان العربي لطلاب الثانوية المكفوفين صار بشكل منضبط. أدى طلاب مدارس المكفوفين صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك في مادة اللغة العربية الورقة الثانية، بإجمالي عدد 255 طالب وطالبة. وصارت أجواء الامتحانات بشكل جيد ومنضبط وبدون حدوث أي مشاكل من شأنها تعكير صف العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول الأوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانات بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحانات بجميع المحافظات. آخر خبر معانا حضراتكم النهاردة، وهو طبعا الطقس. الطقس غدا أجواء شديدة الحرارة والارتفاع بالرطوبة والعزب بالقاهرة 39 درجة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية. ومتوقع غدا أن يشهد ارتفاع في نسب الرطوبة يزيد عن الإحساس يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، من المتوقع بقيم تتراوح ما بين 2 الى 3 درجات. يعني انت تقريبا كده هتحس ان درجة الحرارة في القاهرة تقريبا هتكون 42 43 44. حضراتكم دي كانت مقدمة خاصة بي حضراتكم، وقراءة في بعض الاخبار الهامة في جمهورية مصر العربية. بعد الفاصل إن شاء الله هيكون منورني في الاستوديو أستاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحة الأسبق، وهنتكلم عن إجراءات الحكومة لمواجهة مخالفات الشركات السياحية المخالفة في موسم الحج زائد موسم السياحة في الصيف بشكل عام. فاصل وراجعين حالاً.